بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 11/9/21 من مجزر البساتين تم تحميل 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي إلى المديريات الآتية: الأسكندرية 3 طن، الغربية 4 طن، القاهرة 3 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. اليوم السبت 11/9 محمل 3 طن متوجه إلى محافظة أوقاف اسكندرية.